السلام عليكم. في هذا الفيديو بنتكلم عن الفاليديشن. طيب في الفاليديشن كيف نركب وايش هو الفاليديشن وكيف نطرحه في الصورة الكبيرة اللي تكلمنا عليها في المقطع الماضي. في المقطع الماضي تكلمنا على الكواليتي كنترول والاشورنس والجي ام بي، وقلنا ان الاشورنس هذا يتأكد ان الاختبارات فعلا جابت نتائج حقيقية توافق الجي ام بي. طيب الفاليديشن ببساطة هي الحاجة اللي تعملها الكواليتي اشورنس، يعني الكواليتي كنترول يعمل اختبارات، طيب الكواليتي اشورنس يعمل فاليديشن. تمام، يعني ايش؟ يعني فاليديشن للاكشن بروفينج، طيب الاكشن اللي يثبت، طيب and documenting اللي يوثق any process procedure or method actually and consistently lead to expected results. يعني انه اثبات انه البروسيجر ولا الميثود فعلا تعطي النتائج اللي قالت انها تعطيها. يعني باختصار اكثر بتسهيل اكثر، الفاليديشن هو اختبار للاختبارات. اوكي، الاختبارات اللي يعملوا فيها كواليتي كنترول تعمل الاختبارات نفسهم، هذه اختبارات تتاكد انهم فعلا يشتغلوا ولا لا. كيف يعني؟ يعني عندك ميزان، تمسك الميزان تحط حاجة انت متأكد انها مثلا 1 جرام، تطرحها كذا، انت بتختبر الميزان، تختبر هل الميزان بيحسب لك 1 جرام فعلا ولا بيروح يغلط، ولا مثلا السلندر، ونفس ما قلنا انه تتأكد انه في عندك حاجة متأكد انها 20 ملي وتعملها كذا وتشوف هل بيطلع لك القياس عند 20 ملي ولا لا. يعني هذه الحاجات اللي تعتبر كلها يعني طرق مبسطة من الفاليديشن. طيب انت ككواليتي اشورنس تعمل فاليديشن ليش؟ تعمل فاليديشن للحاجات الجميله هذه. طيب المفهوم الثاني اللي هو الاناليتيكال ميثود فاليديشن، وترجمتها اللي هو الفاليديشن للاناليتيكال ميثود، انك تتاكد ان الاناليتيكال ميثود تشتغل. طيب فخلاصه الكلام هذا يقول لك انه انك تعمل documented evidence، اثباتات موثقه تعطيك، تمام، او تثبت انه الميثود will consistently yield the result that accurately reflect the quality، انه الاثبات انه الطريقة هذه بتعطي النتائج اللي تعكس الجودة بشكل دقيق. تمام، اوكي. طبعا في عندنا هنا مقارنة بين حاجة method validation ومعاها ابن عم اللي هو method verification. ايش معنى ايش يعني verification ايش يعني validation؟ بالمختصر verification هي حاجة مبسطة، حاجة كده على السريع تعملها، انما validation هي عملية تفصيلية دقيقة تاخد فيها التفاصيل من الاول للاخير واثباتات ودنيا وكل حاجة. انما verification نقرأ، طيب verification applied for the method which has been validated. طيب يعني أن تعمل عملية verification للحاجات اللي قد انعمل لها validation، يعني خلاص يعني هي مؤكد إنها تشتغل كويس، إنما تحتاج إثبات بسيط بسبب تغيير بسيط حصل لها. إيش يعني؟ يعني لما when the method is transferred، لما الطريقة الاختباراتية هذه يتم نقلها من مكان الى اخر تعمل verification، تمام، الطريقة شغالة، انما لما تنقلها تتأكد منها انها تشتغل، تختبرها شوية تشوف هل هي لسه بنفس الجودة اللي كانت في المكان الاول وبس. هذه verification. طيب فالverification يتحقق من واحد او اكثر من البارامترز، يعني عندك كذا 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 بارامترز، في verification تأكد من 1 2 بس تشوف انهم تمام والباقي خلاص. انما في الvalidation الميثود فاليديشن ار بيرفورمد فور نيو ميثودز ذات هاف بين ديفلوبد اور نون ستاندرد ميثودز. طيب يعني الطرق الجديده او الطرق الغير اللي ما لهاش فاليديشن معتمد تعمل لها فاليديشن، انت تختبر وتثبت، يعني كل طريقه مميزه لكن انت الطريقه اللي قدامك تثبتها او تتصرف يا اخي، اثبت ان الطريقه هذه فعلا تعطي نتائج صحيحه و تعكس الجودة اللي احنا زي ما قلنا هنا جودة المادة اللي تم اختبارها. طيب فيقول لك ان الفاليديشن يعتبر مور ريجوروس اند روبست، يعني عملية الفاليديشن تفصيلية اكثر وعليها تعقيدات اكثر. اوكي، طيب ميثود ترانسفير ببساطة هي انه
الحاجات اللي تحصل لما تنقل الجهاز أو لما تنقل طريقة الاختبار من مكان إلى آخر. طيب بس اللي هي العملية اللي تتم اللي يتم فيها إثبات إنه الطريقة هذه تشتغل لما تستخدم في another laboratory. طيب ف demonstrating that the method can produce the same or equivalent results، يعني إنه تثبت إن الطريقة تقدر تجيب نفس النتائج أو نتائج مشابهة بشكل كبير للمكان اللي كانت فيه. طيب لما تكون لما يعني الطريقة هذه لما تتعامل ب different analysts و different equipment in different location، هذه الحاجات الثلاثة اللي تغيرت لما نقلت المادة من مكان لآخر. اللي يفحص تغير، والمواد المستخدمة تغيرت، واللوكيشن تغير. اوكي، فانك تعمل ترانسفير تتأكد انه الجهاز تبع قدر يتحمل هذا التغير ولا لا. طيب stability indicating method هي الميثود اللي انت تتأكد منها من الستابيليتي، واللي هي بشكل مختصر كده انه يكون عندك دراج سبستنس طول عملية التصنيع من الاول للاخير، تعمل اختبارات خلال هذه الفترة تأكد انه الدراج سبستنس هذا خرب وتكسر ولا لا. بس طيب method validation parameters كيف يعني ايش الحاجة؟ احنا قلنا هنا قبل شوية انه الverification يتأكد من واحد parameter او اكثر، وهذا يتأكد من الparameters كلهم. ايوه، ايش هم الparameters اصلا؟ عندك ال specificity وال accuracy وال precision. ال accuracy وال precision تكلمنا عليهم، هذه اللي هي مدى القرب من النتيجة الصحيحة، وهنا مدى اللي هم تقارب النتائج من بعضهم البعض. أما specificity هي بشكل مختصر نفس selectivity، يعني الفحص لما يكون specific هو قدرته إنه يؤكد أو يثبت وجود the presence of component في خليط من ال impurities وال degradation products وال matrix وال solvent وال يعني يكون عندك solution في حاجات كثيرة وفيها الدواء. طيب الطريقة تعتبر specific لما تقدر انها تطلع الدواء من هذولك كامل. اوكي، كلمة unequivocally يعني بشكل غير قابل للشك. طيب ف defined as the ability to assess، انك تختبر بشكل غير قابل للشك او تثبت بشكل غير قابل للشك غير قابل للشك من وجود المادة الفلانية اللي هذيك. خلاص دول خلصناهم. بس في البريسيجن بنتكلم بتفصيل أكثر شوية. البريسيجن تنقسم لثلاث حاجات، مش البريسيجن هي تقارب النتائج من بعض. طيب تقارب النتائج وين؟ لما نيجي ندخل هذا المفهوم مع المفهوم اللي فوق اللي هو الميثود ترانسفير. اوكي، مش احنا قلنا في الميثود ترانسفير معاك ثلاثة شروط اللي هو الشخص تغير والإكويبمنت تغير والمكان والجو تغير. أوكي، طيب عندك الآن ثلاثة مفاهيم أساسية اللي هي اللي متعلقة بالبريسيجن، اللي هي الريبيتابيلتي والإنترميديت بريسيجن والريبروديوسابيلتي. طيب الريبيتابيلتي خلاصة الكلام هذا كله اللي هي لما تكرر الاختبار بنفس الشخص بنفس المكان وبنفس الإكويبمنت. يعني الثلاث الحاجات ما غيرش منهم اي حاجة، اذا طلع نفس النتائج فهنا الاختبار يعتبر ريبيتابل. تمام، او يعني يحقق شرط الريبيتابلتي. اوكي، الانترميديت هو انك تنقص واحد من هذول الثلاثة، يعني قول مثلا بنفس الشخص لكن في مكان مختلف وبنفس الاكوبمنت مثلا، يعني كيف تغير الجو. اوكي، فطبعا الاسم الثاني اللي هي الريجيدنس ولا الانترا لابوراتوري بريسيجن. الريجيدنس اللي هو القوة او الاعتمادية او الثباتية للفحص. تمام، فهذه شرح اكثر اللي هو evaluate the method ability، انك تتأكد من قدرة الميثود هذه انها تجيب نتائج consistent، نتائج صحيحة متقاربة. تمام، لما some test conditions، لما بعض الشروط اللي هي واحد من هذول الثلاثة، لما واحد منهم يعني لما بعضهم يتغير. تمام، يعني مثلا انك تغير الاناليست ولا تغير الاكوبرنت او تغير اليوم او المكان او كده. طيب الريبروديوسابيليتي هذه لما يتغيروا الثلاث، خلاصة كده الفحص
لما تقول أن الفحص هذا reproducible أو الطريقة هذه reproducible، يعني أن تثبت أو تقول بكلامك أنه الطريقة هذه حتى لو وددها، حتى لو اختبرها شخص ثاني في مكان ثاني في يوم ثاني وفي equipment مختلفة بيدي نفس النتائج. أوكي خلاص. طيب عندنا الديتكشن ليمت. كلمة الديتكشن ليمت طبعا هي مرتبطة في المصطلح اللي تحت اللي الكوانتيفيكيشن ليمت او الكوانتيتيشن ليمت. طيب الديتكشن ليمت باختصاره، خلاصة الكلام هذا انا ما بقراش الكلام، خلاصة الكلام هو الليمت اللي يحصل فيه ديتكشن. يعني انت مثلا معاك جهاز، الجهاز هذا وظيفته انه يحدد وجود المادة الفلانية، المادة هذه موجودة ولا لا. طيب وشغل المادة، شغل الجهاز هذا انه يقول لك المادة هذه موجودة ولا لا، صح؟ طيب الديتكشن ليميت هو حد المادة هذه، مدى قدرة المادة هذه او مدى قدرة الجهاز هذا. يعني يقول لك الجهاز هذا مثلا يا اخي مثلا كده مصنوع لاكتشاف الباراسيتامول مثلا يا اخي. طيب او مثلا يعني مثال منطقي اللي هو اليو في، لما تحط اليو في على الويف لينكس المعين ويأكد لك وجود هذا بالبيك ولا لا، صح؟ اوكي نفس الفكرة، جهاز يتأكد من وجود مادة معينة. طيب انت تقرب المادة ويقول لك موجودة، تقرب المادة بتركيز اقل ويقول لك موجودة، تقرب بتركيز اقل ويقول لك موجودة، تقرب بتركيز قليل مرة الجهاز ما عاد يعرفش، يقول لك مش موجودة المادة هذه. فهنا الآن هذا هو detection limit، طيب اللي هو الحد اللي يقدر يكتشف فيه المادة، يعني أقل نسبة أو أقل تركيز ممكن يكون فيها الآلة قادرة على التعرف على المادة. هذه هي خلاصة الكلام. طيب طبعا الليمت هذا يعتبر ليمت خيالي، ليمت غير منطقي، وغير مش غير منطقي، هو منطقي إنما غير مفيد في التطبيق العملي، لأنه يكون التركيز قليل مرة فأنت مش مهتم فيه بشكل أساسي. طيب إنما الكوانتيتيشن ليمت هذه نفس الكلام اللي فوق، لكن الليمت أو الحد الأدنى اللي يقدر فيها الاختبار يحدد وجود المادة مع تركيزها. هنا إحنا ما تكلمناش على تركيز، تكلمنا على إنه موجودة ولا مش موجودة. هنا لا، أقل تركيز يحدد لك، يخلي الجهاز يقول لك هذه المادة الفلانية وهذا تركيزها. أوكي هذا الكوانتيتيشن. اللينيارجي والرينج، هنا تعريفين. طيب هذه إلى هنا هذا كله لينيارجي، والباقي كله هذا رينج. أوكي للرينج إلى آخر الجملة. عموما اللينيارجي قدرة الميثود إنها تعطي التست ريزولتس directly proportional to the concentration of analyte. اللينيارجي إنه النتيجة متناسبة تناسب طردي مع الانالايت. يعني مثلا مثل اليو في انه يجيب لك ابزوربنس اكثر كل ما زاد الكونسنتريشن الى حد معين وزن جيفن رينج. اوكي مش الى الابد يعني، بس يعني انت ما دامك تاخذ الحدود، كل ما زاد الكونسنتريشن زاد الابزوربنس. اذا الجهاز اثبت انه يقدر يعمل الحاجة هذه فعنده لينيرتي كويسة. الرينج اللي هو راز رينج اوف ان اناليتيكال ميثود از ذا انترفال بتوين ابر اند لوور ليفلز. طيب اللي هو يا اخي الرينج معروف، اللي هو مثلا نقول لك من صفر فاصل، ولا نجيب رقم كويس، من 1 إلى 5، هذا الرينج لتعرف الجهاز، هذا قدرة الجهاز. يعني اذا جبت تركيز ما داخل الرينج هذا من 1 إلى 5 انت كويس، اذا جبت خارج الرينج هذا يعني وضعك مش كويس. فالرينج يعني اللي هو الابر واللور ليميت. اوكي خلاص. الروبستنس تمام، اللي هو يعني كيف اقول لكم، الروبستنس هو مفهوم مشابه للريجيديتي او الريجيدنس اللي تكلمنا عليها فوق. طيب الروبستنس او الاختبار تقول عليه روبست لما انت تقدر تغير فيه بعض الظروف ولا زال يشتغل كويس. يعني مثلا انت عندك جهاز، الجهاز هذا كويس ومتعود الجهاز هذا انه يشتغل تحت ظروف تحت ظروف بيرفكت، البي اتش يكون بيرفكت، الحرارة تكون بيرفكت، الجو يكون بيرفكت، الأجهزة تكون نظيفة، كل حاجة تمام، بهذا الشرط بيجيب لك نتائج كويسة. أوكي لو رحت غيرت واحدة من هذولا البي اتش ولا الحاجات هذا، لو رحت غيرت واحدة منهم كده شوية الجهاز يخرب خلاص، ما عاد يعرفش يتعامل مع الموقف، مش قادر يتحمل الضغط، فهذا مش روبست.
تمام، يعني غير قادر للعمل تحت الضغط. لكن الجهاز هذا لو كان روبست، فحتى لو كان، حتى لو غيرت البي اتش، حتى لو غيرت بعض العوامل، غيرت عليها الجو، استخدمت عوامل اكوبمنت مش مثالية، الجهاز لسه يشتغل تمام. هذا اللي هو الجهاز الروبست. طيب بس هذولا مش علينا، خلاص كذا نكون كملنا الفيديو.